الرحمن الأكرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. بسم الله الفتاح العليم، نبدأ. وبعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات، فهذا هو الدرس رقم 65، الدرس رقم 65 من سلسلة دروس شرح كتاب المهذب في فقه الإمام الشافعي من تصنيف الإمام أبي إسحاق الشيرازي رحمهم الله تعالى، ونحن نقرأ منه بما يشبه طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها. نقرأ في هذا الدرس بما يشبه طريقة القراءة النصية من الكتاب والتعليق عليها، ونقرأ من طبعة دار القلم في دمشق بتحقيق الدكتور محمد الزحيلي حفظه الله تعالى. أرجو منكم جميعا حسن الاستماع والهدوء حتى نمضي في المحاضرة قدما، كما أرجو منكم جميعا فتح الكتاب المقرر على صفحة 302 من الجزء الأول، اللي هو نفسه المجلد الأول من كتاب المهذب، صفحة 302. ما زلنا نتكلم عن حالات وصور وأحكام سجود السهو، وصلنا إلى عنوان فصل النقصان. فصل النقصان، لكن نذكر بأمر بدأنا به حديثنا عن سجود السهو، ألا وهو إن هذا السجود إنما شرع جبراً لخلل في الصلاة، جبراً لخلل في الصلاة، وليس كل خلل يمكن جبره بسجود السهو، فثمة خلل يبطل الصلاة ولا يجبر لا بسجود السهو ولا بغيره، كمن فسد وضوءه، كمن غير أو بدل أو زاد أو أنقص عامداً في الصلاة، تمام؟ وفي خلل يجبر بسجود السهو وجوبا، وفي خلل يجبر بسجود السهو ندبا، تمام؟ ففي نقصان في الصلاة أو زيادة، أو في نقصان في الصلاة عمده يبطل الصلاة، وفي نقصان في الصلاة عمده ينقص الأجر، يعني لو لم أقرأ الفاتحة عمداً بطلت الصلاة، لكن لو لم أقرأ سجود لو لم أقرأ دعاء الاستفتاح عمداً فالصلاة صحيحة، لكن نقص الأجر. بالإجمال، ترك سنن في الصلاة من سنن الصلاة عامداً ينقص الأجر، لكن لو تركها سهواً وجبر ذلك بسجود السهو إن شاء الله يحصل له الأجر، لكن في شيء إذا تركه في الصلاة عمداً تبطل الصلاة، فهذا إن تركه سهواً، إن تركه سهواً يجب عليه أن يسجد للسهو، تمام؟ يعني نرجو الانتباه لنوع الخلل الحاصل في الصلاة، في خلل يبطل الصلاة لا يجبره لا سجود السهو ولا غيره، وفي خلل يجبره سجود السهو وجوبا، وفي خلل يجبره سجود السهو ندبا، تمام؟ وفي خلل يعني لا يحتاج لسجود السهو لكنه ينقص الأجر، كمن ترك سنة من سنن الصلاة عامدا، والله أعلم. بعد هذه المقدمة التذكيرية بما سبق أن ذكرناه في المحاضرة الماضية والتي قبلها، نقول وبالله التوفيق ونقرأ من الكتاب فصل النقصان. طبعا كلمة فصل هذه من صنيع الإمام الشيرازي كما قلنا مرارا، أما ما بين معقوفتين كلمة النقصان هذه إضافة من محقق الكتاب الدكتور محمد الزحيلي، فقد ساعد في صناعة هذه العناوين الفرعية مما يسهل
على دارس الكتاب الاستفادة منه. وأما النقصان فهو أن يترك سنة مقصودة. هنا الإمام الشيرازي استخدم كلمة مقصودة، والأولى أن يقول سنة مؤكدة. في عندنا سنة مؤكدة في الصلاة، وفي عندنا سنة غير مؤكدة، فليست كل السنن في الصلاة على درجة واحدة، تمام، وهي تختلف عن واجبات الصلاة وأركانها. وقلنا سابقا أن الفقهاء ميزوا بين الأركان والواجبات وبين السنن والمندوبات، من وهذا التمييز الدافع الأبرز له أو عليه، حتى يعرف المصلي إذا ترك هذا الفعل أو ذاك ماذا يترتب عليه. فترك الركن تبطل معه الصلاة، ترك السنة ينقص أجر الصلاة فيها بتركها، أما لا تبطل، تمام، والله أعلم. فهو أن يترك سنة مقصودة، وذلك شيئان. إيش السنة المقصودة يا إمامنا الشيرازي؟ أحدهما أن يترك التشهد الأول ناسيا فيسجد للسهو، لما روى ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين، فلما جلس من أربع انتظر الناس تسليمه فسجد قبل أن يسلم. هذا ترك التشهد الأول عفوا فيه نص أنه حصل سهو من النبي عليه الصلاة والسلام بتركه، فجبره بسجدتين للسهو قبل التسليم، قبل التسليم. طبعا ترك التشهد الأول وجبر بسجود السهو دل على أن التشهد الأول سنة وليس فرض، بخلاف التشهد الأخير. وقلنا هذا لما عرضنا حكم التشهد الأخير، كيف ميز العلماء بين أن التشهد الأخير فرض وبين أن التشهد الأول سنة. التشهد الأول لو كان فرضا لكان تركه يؤدي إلى إبطال الصلاة، لكن تركه سهوا أدى أن جبره النبي عليه الصلاة والسلام بسجدتي السهو. لكن نعم، والثاني، الحالة الثانية لترك سنة مقصودة، أن يترك القنوت ساهيا. الكلام هنا عن قنوت الفجر، لأن الشافعية يرون أن قنوت الفجر واجب من الواجبات، فيسجد للسهو لأنه سنة مقصودة في محلها، فتعلق السجود بتركها كالتشهد الأول. وإن ترك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد الأول، فإن قلنا إنها ليست بسنة فلا يسجد، وإن قلنا إنها سنة سجد، لأنه ذكر مقصود في موضعه فهو كالتشهد الأول. يعني باختصار الكلام هنا عن ترك التشهد الأول وترك القنوت في صلاة الفجر سهوا، فهذا يجبره سجود السهو. لكن حكم سجود السهو هنا هل هو واجب ولا مندوب؟ ما بين الشيرازي. لماذا لم يبين؟ أقولكم لماذا. لأنه الشيرازي والشافعية يعني جملة جمهور الشافعية يرون أن سجود السهو سنة في كل حال، لكن ممكن يكون سنة مؤكدة أو غير مؤكدة حسب الشيء المتروك أو الخلل الذي حصل. والصحيح أن سجود السهو ليس سنة دائما، وقد يكون واجبا. يعني هذا مما نستدركه على السادة الشافعية في هذا الدرس، سجود السهو ليس سنة دائما، وإنما قد يكون مندوبا إليه وقد يكون واجبا، فإن لم يؤده بطلت الصلاة، والله أعلم. وهنا الشافعية قالوا يعني دائما، عندهم في جمهور الشافعية كما سيأتي بيانه بعد قليل، السجود سنة، سجود السهو. الآن في هذه الحالة
ترك القنوت، قنوت الفجر. قنوت الفجر كما قلنا يعني لما مررنا به انه عند الشافعيه واجب، وعند غيرهم يسن في النوازل، في المصائب، في الكوارث، في الجوائح، في الفجر وفي غير الفجر. الشافعيه قال لك في الفجر ثابت دائما، ومنهم من قال انه سنه مؤكده، ومنهم والمعتمد عندهم انه واجب في صلاه الفجر. الان تركه ماذا يترتب عليه؟ اذا قلنا انه واجب حقيقه فتركه سهوا يترتب عليه وجوب السهو، وجوب سجود السهو. تمام. التشهد الاول هو سنه لكن سنه مؤكده، فان تركه سهوا لفعل النبي عليه الصلاه والسلام فانه يسجد للسهو وجوبا والله اعلم. يعني هناك استثناءات من القاعدة التي ذكرناها في بداية هذا الدرس، ليس كل سنة تترك سهوا يكون سجود السهو لتركها مندوبا. في التشهد الأول لو ترك السجود واجب والله تعالى أعلم لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هذا التشهد صحيح أنه سنة لكنه سنة مؤكدة، فإن تركه سهوا وجب عليه أن يسجد للسهو قبل التسليم، فإن نسي يسجد بعد التسليم. تمام. والله أعلم. أما قنوت الفجر فلا نوافق الشافعية على وجوبه، ولكن يمكن أن يكون في الجوائح والنوازل والكوارث، كما يكون في الفجر يكون في غيرها للجائحة والنازلة وليس لشيء آخر، والله أعلم. طيب، فإن ترك التشهد الأول أو القنوت عامدا سجد للسهو. هذا حكم يعني من غريب عند الشافعية في المعتمد عندهم، إنه من ترك القنوت في صلاة الفجر أو من ترك التشهد الأول في أي صلاة من صلوات الفريضة فإنه يجوز له عمدا، يجوز له أن يسجد للسهو. وحقيقة سجود السهو اسمه سجود السهو، مرتبط بالسهو والنسيان وليس بالعمد، ليس في أي خلل متعمد في الصلاة. تمام. وهذا ما قال به بعض الشافعية وهو الذي نرجحه هنا. نعيد القراءة. فإن ترك التشهد الأول أو القنوت عامدا، الفقرة السابقة الكلام السابق اللي بدأنا القراءة فيه بتكلم عن الترك نسيانا. تمام. الآن الترك عامدا سجد للسهو. ومن أصحابنا من قال، نقرأ الآن في أعلى صفحة 303، ومن أصحابنا من قال لا يسجد لأنه مضاف إلى السهو فلا يفعل مع العمد، مع العمد، مع العمد نقص الأجر، أما لا سجود للسهو لأن السهو مرتبط بالأفعال والأمور اللي سببها النسيان، والسهو ليس سببها العمد. المعتمد في المذهب الشافعي وما عليه جمهور الشافعية إنه إذا ترك القنوت في الفجر أو ترك التشهد الأول فإنه عمدا فإنه يسجد للسهو. تمام. بعض الشافعية وأنا مع ذلك مع أولئك البعض يرون أنه لا يسجد لأنه مضاف إلى السهو فلا يفعل مع العمد، وهذا الصحيح، هذا مش سجود لجبر نقص، أي نقص في الصلاة، لا، لجبر النقص الحاصل بسبب السهو بسبب النسيان. إيش قال الشافعية في المعتمد عندهم والمذهب الأول، يعني الرأي الأول أنه يسجد، لأنه إذا سجد لتركه ساهيا فلأن يسجد لتركه عامدا أولى. لا يا سادتنا، هذا قياس مع الفارق. إذا تعمد الإنقاص مما لا يبطل الصلاة فنقص أجره، فنقص أجره. لو كان لا يريد الإنقاص من الأجر لأتى بالفعل تاما، أما ليس هو مخير بين أن يترك هذا الفعل
ويسجد للسهو وبين أن يأتي بهذا الفعل. لا، سجود السهو لجبر النقص الحاصل بسبب نسيان أو سهو، ولذلك سمي في الإصطلاح الفقهي سجود السهو. طيب، نتجاوز عن ذلك. إذن الراجح الذي أراه راجحا صحيحا صوابا هو ما قال به بعض الشافعية، أنه لا يسجد للسهو عند ترك قنوت الفجر أو التشهد الأول عامدا، نقص أجره خلص وانتهينا. هذا السجود عند السهو والنسيان حصرا، والله أعلم. وإن ترك سنة غير مقصودة، هذا الكلام الآن للإمام الشيرازي، وإن ترك سنة غير مقصودة يعني هو سنة غير مؤكدة من سنن الصلاة، مثل إيش؟ كالتكبيرات، غير تكبيرة الإحرام طبعا، والتسبيحات يعني ركعة وسجد بدون أن يسبح، والجهر والإسرار والتورك والافتراش وما أشبهها، يعني تركها نسيانا لم يسجد لأنه ليس بمقصود في موضعه، فلم يتعلق بتركه الجبران. هنا نستدرك هذا الرأي على الشافعي. هذه السنن اللي سميتها يا إمامنا الشيرازي غير مقصودة، إن تركت عمدا نقص الأجر، ركع ولم يسبح ولا أي تسبيحة، سجد ولم يسبح ولا أي تسبيحة، لم يكبر تكبيرة الانتقال عمدا نقص الأجر. لكن إن تركها سهوا، نسي أن يسبح، نسي أن يكبر، فيشرع له سجود السهو في آخر الصلاة. أما تقول لي فلم يتعلق بتركه الجبران، ليه؟ هذا إنقاص عن سهو، وهذا الإنقاص لا يبطل الصلاة عمده، فإذا يشرع له سجود السهو ندبا، ما في مشكلة في ذلك. تمام، تعلق بتركه، أراد أن يتم صلاته التي نسي فيها، فماذا يفعل؟ يسجد للسهو. هذه حكمة مشروعية سجود السهو، أنه يجبر الخلل، لكن ليس كل خلل. تمام، هذا الخلل عمده ينقص الأجر، تعمد أن لا يسبح، تعمد أن لا يكبر، هذا ينقص أجره ولا يبطل الصلاة. طب السهو منه يشرع له سجود السهو ندبا، وليس في ذلك حرج. ليش تقول فلم يتعلق بتركه الجبران؟ وإن شك هل سهى؟ شك. إذن هذه المسألة نستدرك فيها على الشافعية. الآن مسألة أخرى، إن شك هل سهى؟ مش عارف إنه سهى ولا ما سهاش، مش متأكد. وإن شك هل سهى؟ نظرت، فإن كان في زيادة هل زاد أم لا لم يسجد، لأن الأصل أنه لم يزد. وإن كان في نقصان هل ترك التشهد أو القنوط أم لا سجد، لأن الأصل أنه لم يفعل فسجد لتركه. الصحيح هنا طبعا إذا شك فإنه يبني على الأقل، يبني على الأقل ويسجد للسهو خلص بدون هذا التفصيل المربك، حتى لا نفتح باب الوسواس. هو طبعا أراد أن لا يفتح باب الوسواس هنا فيما قرره الإمام الشيرازي، فقال لك إذا شك هل زاد أما لا لم يسجد. ليش لم يسجد؟ حتى لا يفتح باب الوسواس، لأنه الأصل أنه ما زاد، هو شاكك بالزيادة هل زاد شيئا أم لا. فقال له الإمام الشيرازي ومعه الشافعية، افرض أنك اعتبر أنك لم تزد ولا تسجد للسهو. أما يشك أنه نقص أو لا فيسجد للسهو، لأنه في ممكن يكون في إنقاص. حتى ما نشعب الكلام ونشقق الحالات بما يلبس على المصلي ويربكه، نقول إذا شك فإنه، إذا شك فإنه يبني على الأقل، يبني على اليقين. تمام، ويكمل صلاته، ويكمل صلاته ويسجد للسهو، ويسجد للسهو. هذا سجود السهو شرع لجبر أنواع من الخلل ف
في الصلاة سببها النسيان والسهو. ومن الشك من أنواع النسيان، مش متأكد يعني. طيب الآن بالنسبة للإصرار والجهر، إذا الجهر في الصلاة الجهرية تركه عمدا نقص أجره، تركه نسيانا بالنسبة للرجال تركه نسيانا يجبر سجود السهو، يشرع له ذلك ويندب له، خلاف ما قرره الشافعية هنا. قال لك إذا ترك الجهر أو الإصرار، إذا ترك هذه السنن عمدا ينقص الأجر، أما إذا تركها سهوا يشرع له سجود السهو ندبا، يشرع له سجود السهو ندبا. والله أعلم. سؤال، نشوف الأسئلة العاجلة. موضع الجهر والإصرار، إذا نعم المرأة لا تجهر في صلاتها بحيث تسمع من حولها، إنما تسمع نفسها، تمام، تسمع نفسها. فإذا كانت يعني تصلي مأمومة فهي تسر، لكن إذا كانت تصلي منفردة الصلاة الجهرية فإنها تسمع نفسها. هذا هي السنة المشروعة في حق المرأة إذا ما كانت في صلاة جهرية. الآن هذه السنة إنها تسمع نفسها تركتها نسيانا فيشرع لها سجود السهو، تمام، يشرع لها سجود السهو ندبا، يعني سنة. والله أعلم، يكون سجود السهو نفسه مسنون. طيب نأتي لمسألة جديدة. فصل اجتماع سهوين، وإن اجتمع سهوان أو أكثر كفاه للجميع سجدتان. وهذه قضية أساسية. سهى أكثر من مرة، قرأ التشهد مكان الفاتحة، قرأ الفاتحة مكان التشهد، شك في عدد الركعات، شك في عدد السجدات، وكان يبني على الأقل ويستمر في الصلاة، تمام، كم سجدة يسجد بعد الصلاة الإبراهيمية للسهو؟ كم سجدة؟ اثنتين ولا أربعة ولا ستة ولا ثمانية ولا إيش؟ سجدتان للسهو في كل أحوال السهو، مهما تعدد السهو في الصلاة فيسجد للسهو سجدتين، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم من اثنتين وكلم ذا اليدين واقتصر على سجدتين. يعني حصل أنه كلم ذو اليدين لما سألوا، لما صار بينهم حوار قالوا نقصت الصلاة يا رسول الله، وكان قد سلم من ركعتين، يعني القصد أنه أكثر من سهو. إيش فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ سجد كم مرة؟ سجدتين، اقتصر على سجدتين. وهذا من رحمة الله تعالى وكرمه على أمة محمد عليه الصلاة والسلام، إنه إذا حصل خلل بسبب النسيان مما يجبر بسجود السهو فإنه يجبر بسجدتين في آخر الصلاة، وإن كان ذلك السهو متعددا كثيرا في الصلاة، تمام، اقتصر على سجدتين. ولأنه لو لم يتداخل لسجد عقيب السهو، فلما أخر إلى آخر الصلاة دل على أنه إنما أخر ليجمع كل سهو في الصلاة. يعني لو كان المشروع لكل سهو سجدتين لكان السجود في نفس وقت السهو، يعني سهى في الركعة الأولى يسجد سجدتين ويكمل صلاته، سهى في الركعة الثانية يسجد سجدتين ويكمل صلاته. لكن المشروع هنا من باب النظر والتأمل في كيف شرع الحكم، استنباطا لحكمة وعلة، أيضا شرع الحكم أنه سجدتين في الآخر حتى لو كان السهو في الركعة الأولى، تمام،
فدل ذلك لماذا أخر؟ ما الحكمة من تأخير سجود السهو إلى آخر الصلاة؟ لأنه حتى يكون هذا السجود بهاتين السجدتين جابرا لكل سهو حصل في الصلاة مما يجبر بسجود السهو، تمام؟ يعني حكمة التأخير حتى يرمم الخلل، كل الخلل وإن تعدد الحاصل في الصلاة، سواء في أولها في أوسطها في آخرها، في آخرها مرة مرتين ثلاثة بغض النظر. طبعا إذا كانت الحالات مما يجبر الخلل فيها سجود السهو، فإن تعدد ذلك السهو تعدد ذلك الخلل فيجبره كله سجود السهو في آخر الصلاة بسجدتين اثنتين ولا يزيد، تمام؟ طيب ثم سهى، طيب وإن سجد للسهو ثم سهى فيه، سجد للسهو وسأها في سجود السهو، سجد مرة ولا مرتين، سجد سجدة ولا سجدتين، يعني نسي في سجود السهو كم مرة سجد، فماذا يفعل؟ يبني على الأقل ويكمل ويسجد للسهو. طب ما هو يسجد للسهو الآن، هو الآن يسجد للسهو، وما فيش عندنا أكثر من سجود سهو في الصلاة، هو سجود بسجدتين في آخر الصلاة يجبر كل السهو الذي حصل في الصلاة وإن تعدد. فكيف الآن بدك تقول يبني على الأقل ويأتي بسجدة إضافية بعدين يسجد للسهو، للسهو الذي سهاه في السجود في سجود السهو؟ فكان الحكم كما يلي، اسمعوا: وإن سجد للسهو ثم سهى فيه، يعني في سجود السهو، ففيه وجهان عند الشافعي. قال أبو العباس ابن القاص: يعيد، لأن السجود لا يجبر ما بعده، يعيد يعني سهى سجدتين ولا لا، شك سجد سجدتين ولا سجدة واحدة، يبني على الأقل ويسجد الثانية ويأتي بسجود السهو بعد هذه الثانية، هذا معنى الإعادة هنا. سجد السجدة الأولى في السهو مثلا، شك هل هذه السجدة الأولى ولا الثانية، يبني على الأقل ويسجد للسهو، يسجد الثانية ثم يسجد سجدتين لهذا السهو الذي سهاه في سجود السهو الأول. هذا كلام أبو العباس ابن القاص من الشافعي. وقال أبو عبد الله الختن من الشافعية: لا يعيد، وهو المفتى به في المذهب الذي صححه الإمام النووي، لأنه لو لم يجبر كل سهو لم يؤخر. وإيش قال المحقق في الحاشية نقلا عن الإمام النووي محقق المذهب في المجموع شرح المهذب؟ قال: وهو الأصح. كلام مين؟ أبو عبد الله الختن من الشافعية رحمه الله تعالى، وهذا هو الصحيح. لا يعيد إذا شك المصلي في سجوده للسهو، هل سجد مرة أو مرتين، فيكتفي بما صدر منه ويسلم وتقبل الله طاعاتكم، تمام؟ قال بعض الشافعية يعني أدلة أخرى على هذا الوجه وهو الصحيح المفتى به، الأصح والمفتى به في المذهب، إنه الصغير لا يصغر في لغة العرب، الصغير لا يصغر، وهذا السجود السهوي لا يصغر، تمام؟ ما فيش عندي، هو تصغير أصلا. لكن الدليل الأقوى الذي ذكره الإمام الشيرازي هنا رحمه الله تعالى نقلا عن أبو عبد الله الختن، إنه لما أخر سجود السهو لأجل جبر ما سبقه، كل ما سبق من السهو الذي يجبر في الصلاة بسجود السهو، فإذا شك فيه لا يسجد للسهو فيه، لأنه ما في عندي أكثر من سجود سهو في الصلاة، إنما هو سجود واحد بسجدتين في آخر الصلاة يجبر ما كان فيها وإن تعدد، حتى وإن كان هذا التعدد في سجود السهو نفسه، يعني هذا الخلل في سجود السهو نفسه بالشك أو النسيان، فنقول له: حسبك ما بدر منك وسلم وتقبل الله طاعاتكم.
وهذا أيضا فيه إغلاق لباب الوسواس. ممكن الإنسان إذا فتح باب الوسواس وكان عنده قابلية للوسواس يظل يسجد سجود السهو في آخر الصلاة، تمام، يسجد سجدتين أربعة خمسة، يمكن يسجد 20 سجدة وهو شاكك سجد ولا ما سجدش، تمام. في ناس ممكن يكون عنده الوسواس مرض يعني، فيحتاج إلى علاج. فالشريعة كانت حاسمة هنا، والله تعالى أعلم. أم سجدتين في آخر الصلاة لجبر ما كان فيها من خلل، فإن شك فيها في السجدتين فيحسبه ما بدر منه ويسلم وتقبل الله طاعتكم. هذا هو الأصح في المذهب، وهو اجتهاد أبو عبد الله الختن من الشافعية، والذي صححه الإمام النووي محقق المذهب رحمه الله تعالى. طيب الآن مسألة أخرى، فصل: السهو خلف الإمام. السهو خلف الإمام، باختصار شديد، السهو خلف الإمام مجبور بالاتباع، وهذا من فضائل صلاة الجماعة. إذا أنت تصلي خلف الإمام نافلة كالتراويح مثلا أو فريضة، فحصل أنك في الصلاة السرية قرأت التشهد مكان الفاتحة، أو قرأت الفاتحة مكان التشهد، أو قرأت سبحان ربي الأعلى في الركوع وسبحان ربي العظيم في الركوع نسيانا، أو غير ذلك من الأخطاء من تبديل وتغيير سببه النسيان، تسجد للسهو في آخر الصلاة؟ الجواب لا، هذا الخلل مجبور بالاتباع والجماعة، وهذا من فضل الجماعة، تمام. إذا سهى خلف الإمام لم يسجد، لأن معاوية بن الحكم شمت العاطس في الصلاة خلف رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال له إن عليه الصلاة والسلام: إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، ولم يأمره بالسجود ولم يأمره بإعادة الصلاة، تمام. هذا معاوية بن الحكم في الحديث الذي مر معنا في الدرس قبل السابق، فعل فعلا وهو لا يعلم لما شمت العاطس. فالنبي عليه الصلاة والسلام وجهه إلى عدم تكرار ذلك، تمام. كان يصلي جماعة ولم يأمره بإعادة الصلاة، ولم يأمره بسجود السهو إن حصل ذلك منه سهوا وهو يصلي خلف الإمام، فقط قال له ما الذي عليه أن يفعله، إيش الصحيح. ثم في قداسة لصلاة الجماعة، وفي مهابة لصلاة الجماعة، وفي سمت لصلاة الجماعة ينبغي المحافظة عليه، وهذا من مقصود الشارع الحكيم. مش كل واحد نازل طالع على كيفه، الكل بحركة واحدة وبأداء واحد تبعا للإمام. قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به. فتخيل معي الناس عم تسجد للسهو خلف الإمام، كيف بده يكون المنظر؟ الإمام يسلم وهم عم في ناس تسجد وثم تسلم، وممكن يكون بعضهم في الصف الأول وبعضهم في الصف الثاني. إيش القصة يا جماعة؟ كيف تسجدون خلف وأنتم تصلون خلف الإمام والإمام لم يسجد؟ لازم تكون الحركة واحدة والاتباع ظاهر، تمام. إنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا من فضائل صلاة الجماعة. فإذا سهى خلف الإمام فالسهو مجبور بالاتباع وبصلاة الجماعة، ما بيسجد للسهو، وصلاته صحيحة وتقبل الله طاعتكم. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما عمل معاوية بن الحكم مخالفة بيّن له الصواب، وكان معاوية بن الحكم يصلي مأموما بالنبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الإمام، ما أمره بأن يسجد للسهو بعد التسليم ولا قبل التسليم ولا بإعادة الصلاة، تمام؟ لم يأمره بالسجود. وإن سهى الإمام، لأن مسألة أخرى، إن سهى الإمام، الإمام سهى مش عارف أنا شو سهو الإمام، أو كنت عارف، لزم المأموم حكم السهو، لأنه لما تحمل عنه الإمام سهوه لزم المأموم أيضا سهوه، يعني سهو الإمام. وأيضا للاتباع، وما ذكرها هنا للمحافظة على الاتباع وعلى هيبة الجماعة، تمام. إذا سهى الإمام في الصلاة سواء عرفت أنا أو لا، إذا عرفت كأن يكون مثلا
قام للتشهد أو للتشهد بعد التشهد الأول تركه وقام للثالثة، عرفت أنا أنه نسى وسهى. أو كان مثلا أراد أن يسلم بعد الثانية فنبهه المصلون، يعني إذا كان سهو ظاهر معلوم عند المصلين، أو كان غير ظاهر، كان قرأ التشهد مكان الفاتحة في الصلاة السرية وانتبه الإمام أنه غلط فرجع قرأ الفاتحة، ما حدش عرف من اللي بيصلوا خلفه في صلاة العصر إيش الخلل اللي حصل عنده، ما رأيناه إلا قبل التسليم يسجد للسهو، نتفرج عليه وننتظر انتهاءه من سجود السهو ثم يسلم ونسلم معه؟ الجواب لا، نسجد معه للسهو الذي حصل في صلاته ولا نعرفه، وإن عرفناه من باب أولى. إذن المأموم يتبع الإمام إذا سجد الإمام للسهو، سواء علم المأموم إيش السهو أو لم يعلم. تمام. طيب، فإن لم يسجد الإمام لسهوه، الآن مسألة أخرى، الإمام سهى في الصلاة والمأموم يعلم أنه سهى في الصلاة، الإمام سلم ولم يسجد للسهو لا قبل التسليم ولا بعد التسليم، ماذا يفعل المأموم؟ ماذا؟ طبعا إذا كان حالة السهو لم تكن ليست ظاهرة للمأمومين ما في مشكلة، إذا كانت حالة السهو غير ظاهرة للمأمومين ما في مشكلة، كأن يترك الإمام دعاء الاستفتاح نسيانا. تمام، وما حد في صلاة سرية وحتى في الجهرية مش عارفين. تمام، وهو لا يريد أن يسجد للسهو، ومشروع له أن يسجد للسهو ومشروع له أن لا يسجد للسهو عندما يترك دعاء الاستفتاح نسيانا. تمام، أنا بعرفش إيش اللي صار في صلاة الإمام، أنا متبع. تمام، لأني مأموم في هذه الصلاة، سلم الإمام سلمت خلاص ما فيش مشكلة، تقبل الله طاعاتكم. لكن أين المشكلة التي أثيرت لأجل هذه المسألة؟ إذا سهى الإمام سهوا علم به المأموم. تمام، ثم الإمام في آخر الصلاة سلم ولم يسجد للسهو لا قبل الصلاة ولا بعد الصلاة، لا قبل التسليم ولا بعد التسليم، فماذا يفعل المأموم ها هنا؟ فإن لم يسجد الإمام لسهوه سجد المأموم، هذا في المذهب الشافعي، في المعتمد للفتوى عند الشافعي، إن المأموم إذا علم بسهو الإمام، إذا علم بسهو الإمام في الصلاة فإنه وسلم الإمام ولم يسجد للسهو لا قبل التسليم ولا بعده، فإن المأموم يشرع له أن يسجد للسهو مخالفا بذلك إمامه عند الشافعية في المعتمد في المذهب. وقال المزني وهو تلميذ الإمام الشافعي وأبو حفص الباب شامي لا يسجد، يعني قدما رحمهم الله تعالى الاتباع على جبر الصلاة بسجود السهو، قال لك كما يفعل الإمام تفعل، سجد للسهو سجد، ما سجد ما تسجد، هذا رأي عند الشافعية. والمعتمد أنه يسجد المأموم، يسجد المأموم. طيب إيش تعليل الإمام المزني تلميذ الإمام الشافعي؟ قالك لا يسجد لأنه إنما يسجد، نقلب الآن الصفحة إلى صفحة 304 ونستمر في القراءة، لأنه إنما يسجد تبعا للإمام وقد ترك الإمام فلم يسجد المأموم، هو المذهب الأول المعتمد، كلمة المذهب الأول يعني المعتمد الفتوى عند الشافعية، وهو ما عليه جمهور الشافعية إنه يسجد المأموم، لأنه لما سهى الإمام دخل النقص على صلاة المأموم لسهوه،
فإذا لم يجبر الإمام صلاته جبر المأموم صلاته، والله تعالى أعلم. هذا تعليل جمهور الشافعية وهو المعتمد عندهم، قال لك في خلل حصل وخلل ظاهر، وهذا الخلل الظاهر علم به المأموم. الآن الإمام ما سجد، فهل أنا أتابع الإمام في خلل، في الخلل الذي حصل؟ الصلاة فيها نقص. فقال لك لابد أن أجبر هذا النقص بأن أسجد للسهو. فإذا سلم الإمام وعلمت يقينا أنه لن يسجد بعد التسليم، وطبعا ما سجد قبل التسليم، أسجد ثم أسلم. وإن سلمت معه أسجد بعد تسليمه ثم أسلم مرة أخرى. هذا على الرأي المعتمد عند الشافعي. أنا أقول هنا والله تعالى أعلم، إذا كان الخلل الظاهر هذا الذي حصل في صلاة الإمام مما يجب معه سجود السهو، فيجب على المأموم أن يسجد للسهو وإن ترك الإمام سجود السهو، يسجد بعد التسليم أو قبل التسليم ثم يسلم إذا كان في الحالتين. أما إذا كان هذا الخلل الظاهر الذي حصل في صلاة الإمام يسن معه سجود السهو ولا يجب، وترك الإمام سجود السهو، فيترك المأموم سجود السهو كما قال الإمام المزني رحمه الله تعالى، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه ممكن جدا يكون سجود سهو السهو الذي حصل، الخلل الذي حصل من الإمام غير ظاهر للمأموم، خاصة في الصلاة السرية في الظهر والعصر غير ظاهر مش معلوم. في هذه الحالة الصلاة صحيحة وتقبل الله طاعتكم. ترك الإمام سجود السهو لأنه يرى أنه غير مشروع أو لأنه غير مندوب أو إلى آخره، ما فيش إثارة للمسألة أصلا، لأن المأموم لم يعلم أصلا أنه في خلل في صلاة الإمام قد حصل أو أنه سهوا قد حصل. أما متى ظهرت المسألة؟ إذا كان السهو ظاهرا للمأموم، كان يبدأ الإمام صلاة جهرية بالإسرار، صلاة المغرب فإذ به يسر في الفاتحة في الركعة الأولى، فنبهه المصلون بالتسبيح فعاد فجهر في الصلاة، في خلل صار، ترك سنة اللي هي الجهر عن سهو عن نسيان. طيب انتظرنا في آخر الصلاة ما سجد، لا قبل التسليم ولا بعده، هنا سجود السهو سنة، الإمام تركه، فماذا نفعل؟ نترك سجود السهو ونتبع الإمام تعظيما لأمر المتابعة والاتباع في صلاة الجماعة كما قال الإمام المزني. لكن إذا كان السجود الظاهر من الإمام، السجود الظاهر من الإمام يجب معه سجود السهو، فهنا إذا لم يسجد الإمام فيجب على المصلي أن يسجد للسهو بعد سلام الإمام، أو يعني يسجد للسهو بعد سلام الإمام، لأنه انتظروا يسجد للسهو ما سجد، سلم الإمام، انتظرنا قليلا يسجد بعد الصلاة ما صلى ما سجد، مش فينيتو يسجد، ماذا نفعل؟ نسجد للسهو ونسلم، وإن كنا قد سلمنا مع الإمام نسجد للسهو ثم نسلم ثانية، وتقبل الله طاعتكم. يعني خلل حصل عند الإمام مما يجب معه سجود السهو ما سجد السهو. طب ممكن تقول لي طب صلاة الإمام خلاص أنا يتحملها هو، ممكن، لأنه ممكن يكون الإمام أخذ برأي أو في مذهب فقهي آخر عند أهل السنة والجماعة مما لا يرى وجوب سجود السهو في تلك الحالة، فتكون صلاته صحيحة وفقا لاجتهاد ذلك المذهب، تمام، فأنا لا أنكر عليه، لكن صلاتي بدي أحرص عليها، بدي أسجد للسهو كما هو المعتمد عند الشافعية.
تمام بعد تسليم الإمام. إذن يعني أنا الرأي الذي خلصت إليه هو وسط بين الرأيين، بين المعتمد عند الشافعية أنه يسجد بكل حال، وبين ما قاله الإمام المزني أنه لا يسجد بكل حال. والصحيح أنه إذا كان الحالة التي ظهر فيها الخلل عند الإمام في صلاته توجب سجود السهو، ولم يسجد للسهو يسجد المصلي. أما إذا كان الخلل يسن معه سجود السهو وترك الإمام سجود السهو فأنا أتبعه ولا أسجد للسهو محافظة على الاتباع في صلاة الجماعة. والله أعلم. الآن إذا في أسئلة حول ما نشرح لا تؤخر لآخر الدرس، ممكن تكتب في الشات للأهمية. وإن سبقه الإمام، الآن لاحظوا هذا التفصيل، لاحظوا هذا التفصيل، ويعني بدنا نميز بين الحالات. وإن سبقه الإمام ببعض الصلاة وسهى فيما أدركه معه وسجد معه ففيه قولان. لاحظوا صلاة جماعة وفيه مصلي دخل مسبوق، تمام، دخل مسبوق يعني دخل في الركعة الثانية أو الثالثة. الآن سهى الإمام في ذلك الجزء الذي التحق به المصلي، تمام، أنا التحقت بالإمام في الركعة الثانية، الإمام سجد في الركعة سهى في الركعة الثالثة في أمر ما. طيب أنا كملت مع الصلاة، الآن لما سجد الإمام سجود السهو قبل التسليم وأنا معاه في الصلاة، تمام، مسبوق، أسجد معه ولا إيش أفعل؟ قال ففيه قولان في هذه المسألة. في هذه الحالة دخلت مسبوق، وبعد ما دخلت مسبوق مع الإمام سهى الإمام في أمره، ثم الإمام في آخر صلاته سجد للسهو، أسجد معاه ولا لا للسهو؟ قال في الأم يعيد، لأن الأول فعله متابعة لإمامه ولم يكن موضع سجوده، يعني بده يسجد المأموم هنا حسب ما ذكر في الأم، يسجد للسهو مرتين، مرة مع الإمام بعدين سلم الإمام، قام هو يأتي بالركعة التي فاتته قبل أن يسلم المأموم، يسجد للسهو مرة أخرى، يعني عنده صار سجود السهو مرتين، مرة مع الإمام ومرة مع نفسه، هذا كما ذكره في الأم، لأن الأول فعله متابعة لإمامه ولم يكن موضع سجوده، موضع سجود السهو آخر الصلاة، وهو بالنسبة له هذا المسبوق مش آخر الصلاة، فاضل عليه ركعة، فاضل عليه ركعة، لما يأتي بالركعة يسجد للسهو الذي حصل من إمامه لما كان له متبعا. أما السجود خلف الإمام اللي حصل مع سجود السهو هذا للاتباع، أما مش موضع سجود سهو. هذا كلام الإمام الشافعي في الأم. وقال في الإملاء وفي المذهب القديم لا يعيد، لأن الجبران حصل بسجوده فلم يعد، هذا المذهب القديم، وقالوا في كتاب الإملاء، وهو الصحيح والراجح هنا والله أعلم. المسبوق الذي يلتحق بالإمام ويكون الإمام قد سهى في الصلاة ثم يسجد الإمام لسهوه في آخر صلاته، المأموم يتبعه ويسجد معه في سجود السهو، ثم يكمل المأموم الصلاة، وفي آخر صلاة المأموم لا يسجد للسهو مرة أخرى. لماذا؟ لأن سجود السهو إنما شرع لجبر الخلل، وقد حصل خلل من الإمام وسجد له لله عز وجل سجود السهو واتبعه المأموم في ذلك، فانجبر الخلل الذي حصل في صلاة الإمام والمأموم
بذلك السجود وانتهينا. السجود السهو موضعه في آخر الصلاة بالوضع الطبيعي، لكن الآن عندنا وضع استثنائي في صلاة مسبوق، تمام. وفي عندنا أمر آخر، أن سجود السهو يكون جابرا لكل ما قبله، ولا سجود سهو مرتين في الصلاة. فهذا سهى إمامه فسجد الإمام فيسجد اتباعا، سجود إيش؟ سجود سهو. حصل الجبر للخلل الذي حصل في من صلاة الإمام، فيكمل صلاته، وفي آخر الصلاة المأموم لا يعيد سجود السهو مرة أخرى كما قال الإمام الشافعي في الأم. إنما الراجح هنا ما قرره في المذهب القديم وما ذكره في كتاب الإملاء، والله أعلم. هذا في أكثر انسجام القول القديم مع هيبة صلاة الجماعة وضرورة الاتباع فيها وموافقة الإمام. فسجد الإمام نسجد. عرفنا طبعا أنه الإمام سهى، وأكيد هذا السجود سجود سهو لأمر حصل خلل في صلاته. كملنا الصلاة لأنه مسبوقين، ماذا نفعل؟ نسجد للسهو مرة أخرى في آخر صلاتنا؟ الجواب لا، نسلم وتقبل الله طاعتكم، لا نعيد سجود السهو مرة واحدة في الصلاة، وشرع لجبر الخلل وقد حصل وانتهينا، والله أعلم. طيب نشوف الأسئلة قبل ما نتابع، لأنه ممكن متعلقة بالفقرة التي نشرح فيها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سهى الإنسان وسلم بعد التشهد الأول وتذكر وقام وكمل صلاته ثم سجد للسهو بعد التسليم، ما في مشكلة. سنأتي الحديث محل سجود السهو في الصفحة 305. سجود السهو الأصل أنه قبل التسليم، لكن يصح يجوز أن يكون بعد التسليم ويسلم بعده مرة أخرى. يجوز سجود السهو بعد التسليم وموضعه الأصلي قبل التسليم، يجوز هكذا ويجوز هكذا. فإن سجد قبل التسليم سلم وخلاص انتهينا، تقبل الله طاعتك. وإن سجد بعد التسليم يسلم مرة أخرى وتقبل الله طاعتكم، يجوز هذا ويجوز ذاك، والله تعالى أعلم. هذا سجود السهو رحمة من الله عز وجل لأمة محمد عليه الصلاة والسلام، رحمة من الله عز وجل لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. لأنه تخيلوا معي لو ما في سجود سهو، لو أنه السهو أي سهو يبطل الصلاة. من رحمة الله تعالى أنه قال ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون، ولو قال في صلاتهم سهون لما نجا أحد، لأن الشيطان الرجيم يوسوس الإنسان ويجتهد عليه اجتهاد كبير في صلاته ليصرفه عنها ويقلل الخشوع فيقل الأجر، تمام. والمشاغل على الإنسان كثيرة، فمن رحمة الله عز وجل أن شرع لنا سجود السهو. والأمر بسيط سهل ميسور، ليس معقدا. بعض الكلام في كتب الفقه ربما يظهر منه تعقيد المسألة، ويتسبب ذلك في اللبس والتباس على المصلين والإمام والمأمومين، والأمر سهل. طيب السؤال الثاني، رأيت سيدة تصلي عند القبر لأنها خافت إن الوقت يمضي ولم تلحق صلاة الفرض، فنهيتها أن تصلي جنب القبر وقلت لها لا تفعلها. كلام التصرف صحيح، لا نصلي بملاصقة القبر من باب أولى أن لا نصلي والقبر في جهة القبلة، لأن الصلاة في المقابر مكروهة عموما، وبعض العلماء حرمها، تمام. الأرض أرض الله واسعة، ما بقي مكان نصلي فيه إلا بين القبور، فالصلاة في الحد الأدنى مكروهة بين القبور، تمام. فهذا النهي الذي حصل منك صحيح، لأنه نهي عن منكر أو شبه منكر، وتصويب وتصحيح. إذا جهل الإمام أمر السجود للسهو وهو نقص في صلاته، فليقوم واحد من مأمومين، من مأموم يكون إماما بديلا للإمام الساهي، لا
إذا الإمام كان جاهل بالأحكام وحصل منه ما يوجب سجود السهو. عفواً. حصل منه ما يوجب سجود السهو، ثم سلم ولم يسجد السهو. المأمومين يسجدون للسهو بعد سلامه سواء سلم المأموم أو لم يسلم، إذا سلم يسجد بعد السهو، يسجد بعد التسليم للسهو، وإن كان لم يسلم يسجد للسهو ثم يسلم، فصحت بذلك صلاة المأمومين كما قرر الشافعية، وذكرنا ذلك قبل قليل، صحت بذلك صلاة المأمومين. على الإمام أن يصحح صلاته فيذكر بعد الصلاة أنه في خلل ويوجب سجود السهو. وطبعا إذا ما طال المكس، إذا ما طالت المدة، للإمام أن يسجد للسهو وحده ثم يسلم، فينجبر الخلل الذي حصل في صلاة الإمام منه لنفسه، وقد جبر المأمومين الخلل الذي حصل في صلاة الإمام بأن سجدوا للسهو دون سجوده وسلموا، أو سلموا ثم سجدوا ثم سلموا. تمام، يعني الكلام مع الإمام هنا في هذا الخلل لا يبطل الصلاة، وكلام الإمام مع المأمومين الذين سلموا وسجدوا لا يبطل الصلاة إذا كان كلاما قليلا ومدة قصيرة. فينبغي الإمام هنا أن يعود إلى صلاته وأن يسجد للسهو على ما بدر منه وثم يسلم. ولما كان الاتباع قد انقطع بتسليمه، فالمؤمنين يرممون الخلل، كل يسجد سجود السهو منه بنفسه ولنفسه ويسلم، والإمام عليه أن يصوب صلاته ويصحح صلاته بأن يسجد للسهو ثم يسلم، ليس كإمام إنما كمصلي. تمام، واضح الكلام. أما مش إنه بيتقدم واحد من المأمومين فيقف إماما ويسجد للسهو، تمام، ويسجد المصلين خلفه للسهو حتى تصح صلاة المصلين وتصح صلاة، ونترك الإمام ومناش علاقة فيه. لا، ليس هذا هو الحل. الحل إنه نسجد نحن نصحح صلاتنا كما قرر الشافعية ونسلم، بعدين بنقول له صلاتك فيها خطأ وخطأ خلل يوجب سجود السهو، فيفترض أنه يستجيب هو ويسجد للسهو ووحده ثم يسلم. والله تعالى أعلم. تمام، طيب، عشان كده ما يؤم الناس إلا من عنده فقه على الأقل بأحكام الصلاة. يعني قضية الإمامة ليست قضية سهلة. في بعض المساجد أحيانا نجد الناس يتسابقون أو يتنافسون للإمامة، وبعضهم عنده جهل بالأحكام، يعني بالكاد تصح صلاته لو كان مصليا، فماذا مأموما، فما كيف لو كان إماما؟ وإذا حصلت نوازل أو وقائع أو خلل أو غيره ما يعرف يتصرف لأنه قليل الفقه. تمام، فلذلك لا يتقدم. يا أمكم أقرأكم، والمقصود الأقرأ الأعلم بالقرآن والأفقه، هذا في صحيح أقوال أهل العلم، وسنأتي لذلك تفصيلا لما نأتي لصلاة الجماعة إن شاء الله، وأحكام صلاة الجماعة وشروط الإمام إن شاء الله تعالى الكريم. طيب الآن، وإن سهى الإمام فيما أدركه وسجد معه ثم سهى المأموم فيما انفرد، هذه مسألة أخرى، ركزوا معنا إذا سمحتم، مسألة حالة أخرى، صورة جديدة. سهى الإمام، أنا داخل مسبوق، أدركت الإمام في الركعة الثانية، سهى الإمام في الركعة الثالثة، تمام، سجد الإمام للسهو، سجدت مع الإمام للسهو، سلم الإمام، جيت أكمل الركعة التي فاتتني وحدي، سهوت فيها، قرأت التشهد مكان الفاتحة، إيش أعمل الآن؟ لما رجعت وقرأت الفاتحة، أسجد للسهو مرة أخرى للسهو الذي حصل في الركعة اللي جبتها لحالي، ولا سجودي للسهو خلف الإمام اللي حصل قبل أن أسهو وحدي يكفي؟ وإن سهى الإمام فيما أدركه وسجد معه ثم سهى المأموم
في من فرد ثم سهى المأموم في من فرد، فإن قلنا لا يعيد السجود سجد لسهوه، وإن لم يسجد الإمام أو سجد وقلنا يعيد فالمنصوص أن تكفيه سجدتان، لأن السجدتين يجبران كل سهو. ومن أصحابنا من قال يسجد أربع سجدات، لأن إحداهما من جهة الإمام والأخرى من جهة المأموم، وهذا هو الصحيح الذي أرجحه أنا، والله تعالى أعلم. في هذه الحالة يمكن أن يحصل أربع سجدات بنية سجود السهو، سجدتين سجدتهم مع الإمام لما كنت متبعاً للإمام لسهو أحدثه الإمام في صلاته، وهذا للاتباع، فانجبر ذلك الخلل الذي حصل من الإمام في صلاته وأنا متأثر به لأني مؤتم بذلك الإمام، انجبر الخلل. الآن سلم الإمام، قمت أصلي أنا، ما فاتني ما من تلك الصلاة، فسهوت مرة أخرى، تمام، أنا الذي سهوت، فهذا السهو يحتاج إلى جبر بسجدتين في آخر الصلاة التي أصليها أنا، آخر صلاتي أنا، قبل أن أسلم أو بعده. فلذلك هنا في هذه الحالة يكون عندنا أربع سجدات، والله تعالى أعلم، هذا ما أرجحه. لكن المنصوص عند الشافعية أنه تكفيه السجدتان التي سجدهما مع الإمام، لأنه على اعتبار أنه سجود السهو مرة واحدة في الصلاة، وسجود السهو يجبر كل السجدتين، تجبر كل سهو، لكن حقيقة تجبر كل سهو قبلها. أنا عندي الصلاة هذه على مرحلتين، على جزئين، مرة كنت فيها متبعا للإمام وآخرها كنت منفردا أصلي ما فاتني، تمام، فلما كنت مع الإمام اتبعت الإمام، لكن السجود الذي حصل من الإمام سجود السهو صحيح، وسجودي مع الإمام سجود سهو أيضا صحيح، وهو يجبر الخلل الذي قبله ولا يجبر ما بعده، تمام. فهب أني أدركت الإمام في الركعة الأخيرة ثم صليت مع وحدي ثلاث ركعات كلها سهو وعثرات وأخطاء بسبب النسيان، تبديل أو تغيير أو غيره، عشر مرات سهوت مثلا، هل يحتاج هذا الخلل إلى جبر؟ السجود الذي حصل مني خلف الإمام في سجوده للسهو يجبر ما قبله ولا يجبر ما بعده، فالخلل الذي حصل بعده يحتاج إلى جبر، فيجبر بسجود السهو قبل التسليم، قبل تسليمي أنا. فأكون هنا في هذه الحالة فقط سجدت أربع سجدات للسهو، ثنتين مع الإمام لما سجد الإمام، وثنتين لسهو حصل عندي لما صليت وحدي فقط. هذه الحالة اللي ممكن يكون فيها أربع سجدات على رأي بعض الشافعية، قال بعض من أصحابنا، ما ذكرهم الشيرازي الشافعية الذي قالوا هذا القول، هذا الاجتهاد، وهو الراجح عندي والله أعلم. أما المعتمد عند الشافعية إنه السجدتين اللي مع الإمام تكفيه، والله تعالى أعلم. لكن الأحوط أن نأخذ بالرأي الثاني اللي هو أن يسجد للسهو على الذي حصل منه في صلاته قبل التسليم، غير السهو السجود الذي سجده مع الإمام لما كان مع الإمام في صلاة، والله تعالى أعلم. طيب، وإن سهى الإمام فيما أدركه وسجد معه ثم سهى المأموم في من فرد، فإن قلنا لا يعيد السجود سجد لسهوه، وإن لم يسجد الإمام أو سجد وقلنا يعيد فالمنصوص أن تكفيه سجدتان، لأن السجدتين يجبران كل سهو، هذا المعتمد عند المذهب. ومن أصحابنا هذا الذي أرجحه من قال يسجد أربع سجدات في هذه الحالة، لأن إحداهما من جهة الإمام والأخرى من جهته، والله أعلم. طيب، الآن مسألة أخرى وإن شاء الله بها نختم حتى ما نطيل عليكم. وإن سهى الإمام ثم أدركه المأموم
هنا في هذه الحالة السهو حصل قبل التحاق المأموم بالإمام، يعني أنا أدركت الإمام في الركعة الثالثة، السهو الذي حصل من الإمام حصل في الركعة الأولى أو الثانية. لاحظوا في الصورة قبل السابقة التحقت بالإمام وحصل السهو من الإمام وأنا مهتم به ولاحظت هذا الخلل فسجد للسهو فأسجد معه. الآن الإمام سهى قبل أن أدخل أنا في الصلاة ثم أدركه المأموم، تمام، وأنا اللي صليته مع الإمام صحيح ما في أي خلل. الآن لما جاء يسلم الإمام سجد للسهو، طب أنا أسجد معاه للسهو، أنا ما اللي صليته معاه صلاة ما فيها خلل تحتاج لجبر، بدي أطلع أكمل، بدي أقف أكمل صلاتي بعد تسليم الإمام. فالمنصوص أي في المذهب في صلاة الخوف في أحكام صلاة الخوف أنه يلزم المأموم حكم سهوه، خلاص ما دام سجد الإمام بدي للسهو بدي أسجد للسهو مثل ما فعل ثم أكمل، لأنه دخل في صلاة ناقصة فنقصت بها صلاته. ومن أصحابنا من قال لا يلزم، هذا رأي مرجوح من أصحابنا من بعض الشافعية قالوا لا يلزم سجود السهو لأنه ما لهش علاقة هو بهذا النقص، لأنه الصلاة اللي صلاها مع الإمام الركعة اللي أدركها مع الإمام كانت صحيحة تامة ليس فيها خلل، إنما الخلل على الركعات اللي صلاها الإمام قبل أن يلتحق به. فسجود الإمام هنا لجبر سهوه لا يلزم المأموم، هذا رأي مرجوح، والراجح هو ما نص عليه الإمام الشافعي في صلاة الخوف، يعني ذكر هذه المسألة في صلاة الخوف، إيش؟ إنه يسجد الإمام مع الإمام للاتباع، بغض النظر هو الخلل هذا صار في الركعة اللي أدركتها مع الإمام ولا في الركعة اللي صلاها الإمام لحاله. طبعا كل هذا أنا صلاة مسبوق، صلاة مسبوق، تمام، ما دام الإمام سجد أنا بسجد لأنه في نقص في صلاة الإمام وهذا النقص يجبر بسجود السهو وأنا متبع لذلك الإمام، فلا أخرج من صلاتي وأكمل صلاتي منفردا إلا بعد أن تتم صلاة الإمام، وصلاة الإمام تتم بسجود السهو ذاك، فأسجد للسهو كما متبعا للإمام، يسلم الإمام فقم أنا بأتي ما فاتني من تلك الصلاة. هذا هو الصحيح والله تعالى أعلم. يعني لاحظوا إحنا نطوف داخل الأسرة الشافعية ولا نخرج عن المذهب الشافعي إلا في القليل النادر، يعني ترجيحاتنا واختياراتنا كلها داخل الأسرة الشافعية داخل مذهب السادة الشافعية، ولا نخرج كما قلت مرة أخرى خارج المذهب الشافعي إلا في القليل النادر جدا، ولو راجعتم الدروس السابقة لبان لكم ذلك. وفي الآراء داخل المذهب الشافعي كفاية إن شاء الله تعالى الكريم، في الآراء داخل المذهب الشافعي كفاية إن شاء الله تعالى الكريم، والإمام الشيرازي يذكر في الغالب الأدلة أو بعض الأدلة وإن لم يذكرها كلها مما يتيح لنا النظر مليا متدبرين متأملين في ذلك الدليل ووجه الاستدلال منه. ثم أيها الأحباب، هذه الآراء المتعددة داخل المذهب الشافعي توافق في كثير من الأحيان أو في الأعم الأغلب آراء في المذاهب الفقهية السنية الأخرى، يعني ستجد عند الفقهاء المذاهب السنية الحنفي المذهب الحنفي والمالكي والحنبلي والظاهري ستجد آراء عندهم توافق آراء هؤلاء الشافعية اللي رأيهم مش معتمد في الفتوى في المذهب الشافعي، تمام. فلذلك حقيقة الآراء والاجتهادات الفقهية عند أهل السنة والجماعة متقاربة، تمام، لذلك أحيانا بقول لك ذهب بعض الشافعية وهو قول عند عن الإمام مالك وهو رواية عن الإمام أحمد إلى كذا وكذا، بقول لك المعتمد عند الشافعية كذا وكذا وقد وافقهم الحنفية مثلا، لأن الرأي غير المعتمد عند الشافعية ممكن يكون وافق الحنابلة أو المالكية وهكذا. فعلى أي حال
على أي حال، فيما في الآراء الاجتهادية المتعددة عند الشافعية كفاية لنا إن شاء الله تعالى الكريم، مع الأخذ بعين الاعتبار أنه في المسألة الواحدة لا في العام الأغلب في المسألة الواحدة ما بيكون عندي ثلاثة آراء إلا نادرا، غالبا عندي إما رأي واحد اجتمع عليه الشافعية كلهم وإما رأيين، إذا كانوا عن الإمام المؤسس بسميهم أقوال، قول أول وقول قول قديم وقول جديد، إذا كانت هذه الآراء الاجتهادية لغير الإمام المؤسس بسميها وجوه كما نبهنا إلى ذلك مرارا، تمام. فممكن يكون عندي رأيين للشافعية في المسألة الواحدة، أكثر من رأيين نادر لكن موجود في اختلاف ببعض التفاصيل، وأحيانا بكون عندي رأي واحد لجميع الشافعية في المسألة، كلهم اجتمعوا ما فيش أقوال للإمام، هي قول واحد وما فيش وجوه في المسألة، هو رأي واحد، تمام. والله أعلم، يعني القصد كيف نختار. طيب، ومن أصحابنا من قال لا يلزمه، هذا رأي ضعيف، كيف لا يلزمه؟ كيف يسجد الإمام للسهو وأنا أصلي خلفه ولا أسجد للسهو؟ وفي كثير من الأحيان سهو الإمام لا يكون ظاهرا للمأموم، فأنا مش عارف هو سجد سهى حقيقة في الركعات اللي صلاها قبلي ولا في الركعة اللي صليتها معه ولا إيش. فضبط الأمر يكون بأن أفعل كما يفعل الإمام لأني ما زلت متبعا له، لأنه لو سهى المأموم في من فرد به بعد مفارقة الإمام لم يتحمل عنه الإمام، هذا قياس مع الفارق. هذا الآن بذكر دليل رأي جمهور الشافعية الإمام الشيرازي، بقول لك أنه لا يسجد ما دام الإمام سهى قبل أن يدخل المأموم، فسجد الإمام للسهو المأموم لا يسجد، هذا الرأي عليه جمهور الشافعية. ليش؟ قال لك لأنه لو سهى المأموم في من فرد به بعد مفارقة الإمام لم يتحمل عنه الإمام، فإذا سهى الإمام في من فرد به لم يلزم المأموم ذلك، هذا القياس مع الفارق. طبعا الإمام ما لهش علاقة بسهوي الذي قد يحصل عندي بعد أن أفارقه، يعني الإمام خلص صلاته وسلم، واحد من المصلين عم بيصلي مسبوق سهى في صلاته ذلك المسبوق، لازم الإمام ينتبه ويقول يا جماعة تعال نسجد للسهو لأنه هذا مسبوق صلى معنا. طبعا ما فيش منه الحكي هذا، طبعا الإمام لا يتحمل، ملوش علاقة بأي سهو يفعله المصلي المسبوق بعد أن فارق الإمام بعد أن سلم الإمام. فبتقول لي عشان كده المأموم ملوش علاقة بسهو الإمام، لا، المأموم مع الإمام غير الإمام مع المأموم، الإمام ضامن والمأموم متبع، تمام. فلما سجد لما سهى الإمام في صلاته وسجد وأنا أصلي خلفه وأنا له متبع، بدي أخرج من بدي لما يسلم الإمام بدي أقوم له أصلي ما تبقى لي وأنا مطمئن إنه الصلاة اللي صليتها مع الإمام لا يشوبها نقص، ففي نقص حصل جبره الإمام بسجود السهو فبسجد للسهو خلف الإمام بعدين بكمل صلاتي. إذن هذا قياس مع الفارق يا شيخنا الشيرازي، وبالتالي الصحيح هنا إنه إذا سهى الإمام في صلاته ثم أنا التحقت بصلاته بعد سهوه وسجد الإمام لسهوه ذاك في آخر صلاته أسجد معه، ثم بعد أن يسلم الإمام أقوم وآتي أكمل صلاتي المنفرد كمسبوق، والله تعالى أعلم. طيب، وإن صلى ركعة منفردا في صلاة رباعية فسهى فيها، من هذه الكلمة من هذه العبارة وإن صلى صلاة وإن صلى ركعة منفردا في صلاة رباعية إلى آخر الفقرة، لأنه سهى في ثلاثة أحوال، هذا تكلف نقفز عنه حتى لا يتشتت الطالب. هذه الأسطر الخمسة من عند قوله وإن صلى ركعة منفردا إلى آخر الفقرة لأنه سهى في ثلاثة أحوال، هذه نقفز عنها، فيها تكلف
وحسبنا ما عرضنا من حالات وصور، وحسبنا ما عرضنا من حالات وصور. أختم الصفحة وأختم بذلك الدرس. باقي في صفحة 304 ثلاثة أسطر. فصل: سجود السهو سنة. فصل: كلمة من الإمام الشيرازي: ما بين معقوفتين سجود السهو سنة. هذا عنوان من صنيع المحقق الكتاب الدكتور محمد الزحيلي. عند الشافعية في المعتمد عندهم سجود السهو سنة، وسجود السهو سنة لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: كانت الركعة نافلة له والسجدتان، يعني والسجدتان نافلة، ولأنه يفعل لما لا يجب، لما لا يجب فلا يجب، ولأنه يفعل أي سجود السهو لما لا يجب فلا يجب. هذا توجيه ليس صحيحا، نريد أن نخالف الشافعية هنا. الصحيح أن سجود السهو قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. وأما الحديث، حديث أبو سعيد الخدري اللي ذكره في أعلى صفحة 298، بقول النبي عليه الصلاة والسلام: فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة. هذا في أعلى صفحة 298 والحديث صحيح. فإن بقول عليه الصلاة والسلام: فإن كانت صلاته تامة، يعني شك في عدد الركعات، فبنى على الأقل وأتى بالركعة، بنى على الأقل وأتى بركعة، فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة نافلة الزائدة هذه له والسجدتان، وإن كانت ناقصة كانت الركعة تماما لصلاته والسجدتان ترغمان أنف الشيطان. هذا الحديث النبوي الشريف الصحيح لا يدل على أن سجود السهو دائما يكون مندوبا، يعني سنة كما قرر الشافعي. فالحكم الشرعي أخذ من مجمل النصوص الشرعية ذات العلاقة، والنظر في النصوص الأخرى مع هذا النص يوصلنا إلى القاعدة التالية، ألا وهي: إذا فعل المصلي سهوا، فعل أو ترك سهوا ما لو كان عمدا بطلت صلاته، فسجود السهو واجب. إذا فعل المصلي أو ترك سهوا، ما إن فعله أو تركه عمدا بطلت صلاته، فسجود السهو في هذه الحالة واجب. مرة أخرى، هذه القاعدة المستنبطة والمستخرجة من مجمل الأحاديث النبوي الشريفة الواردة في سجود السهو وأحكامه تقول: إذا ترك المصلي أو فعل سهوا ما لو تركه أو فعله عمدا بطلت صلاته، فهنا يكون سجود السهو واجبا. اللي بيصلي بيقرأ الفاتحة مكان التشهد، والتشهد مكان الفاتحة عمدا، صلاته إيش؟ باطلة، بغير عكيفه، تمام؟ هذا إذا فعله عمدا. إذا فعله سهوا يكون سجود السهو واجبا. مرة أخرى، القاعدة تقول: إذا فعل المصلي أو ترك سهوا نسيانا ما إن فعله أو تركه عمدا بطلت صلاته، فيكون سجود السهو في حقه واجبا واجبا. وإن فعل أو ترك المصلي سهوا ما إن فعله أو تركه عمدا ينقص أجر صلاته ولا يبطلها، يكون سجود السهو في حقه مندوبا. تمام، احفظوها عني هذه، وهي واضحة جلية سهلة. إذا كان المصلي قد ترك أو فعل سهوا نسيانا ما لو تركه أو فعله عمدا بطلت صلاته، فسجود السهو في حقه واجب، يجب عليه أن يجبر ذلك الخلل بسجود السهو. فإن نسي يذكر بعد الصلاة ويسجد للسهو ويسلم، ما في مشكلة. وإن فعل أو ترك المصلي سهوا ونسيانا ما لو فعله أو تركه عمدا ينقص أجره في الصلاة ولا يبطلها، فيكون سجود السهو في حقه مندوبا، كمن ترك عمدا دعاء الاستفتاح لو تركه سهوا يشرع له سجود السهو ندبا، كمن ترك التسبيح في السجود عمدا لا تبطل صلاته،
فإن تركه نسيانا يشرع له سجود السهو ندبا، وهكذا القاعدة واضحة. والله تعالى أعلم، مع الأخذ بعين الاعتبار هنا أنه بعض المندوبات في الصلاة، بعض سنن الصلاة مما اختلف فيه الفقهاء، فقهاء أهل السنة عامة، فربما بعض السنن يعني هي سنن عند بعض الفقهاء وهي واجبات عند فقهاء آخرين، مثل قنوت الفجر واجب عند الشافعية دائما، سنة عند غيرهم في حالة الجائحة، في حالة الجائحة والكارثة والمصيبة، تمام، وقس على ذلك. لكن القاعدة منضبطة، القاعدة منضبطة. طيب الآن محل سجود السهو في صفحة 305، هذا لن نقرأه، لكن باختصار شديد محل سجود السهو قبل التسليم ويجوز بعده، والحكمة من ذلك أن الإنسان المصلي المأموم أو الإمام قد ينسى أنه يجب عليه أن يسجد سجود السهو، فينسى أن يسجد قبل التسليم تبطل صلاته، لا، يذكر فيسجد للسهو بعد التسليم ثم يسلم مرة أخرى، وله ابتداء أن يسجد للسهو بعد التسليم ثم يسلم مرة أخرى. إذا سجد للسهو بعد التسليم بده يسلم مرة أخرى، وإذا سجد للسهو قبل التسليم وهو الأولى فيكفيه التسليم الذي يحصل وخلصت الصلاة وتقبل الله طاعتكم. هذا ما سنفصله في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى الكريم. أما اليوم يكون الختام بأننا وصلنا إلى أسفل صفحة 304، إلى أسفل صفحة 304، ونرجو منكم المعذرة على الإطالة، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. إني داع فأمن. اللهم إنا نحمدك حمدا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها، يا غفور يا غفار يا غافر الذنب ويا قابل التوب، يا الله أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن تتوب علينا يا تواب رحيم، وأن تعفو عنا جميعا يا عفو يا حليم، وأن تجيرنا جميعا من عذاب القبر، وأن تجيرنا جميعا من عذاب النار، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما، وأن تجاوز بنا جميعا الصراط بسلام يوم القيامة، وأن تدخلنا جميعا الجنة مع الأبرار برحمتك بنا يا رحيم يا رحمن، وأن تجعلنا جميعا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا برحمتك بنا أجمعين يا الله يا أرحم الراحمين. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله. اللهم إنا نتوسل إليك بأسمائك الحسنى كلها وصفاتك العليا كلها، أن تزدنا جميعا إيمانا وتقا وورعا وعلما نافعا ما أحييتنا يا رب العالمين، وأن تقربنا إلى جلالك، وأن تجعلنا من أوليائك في الأرض في هذا الزمان، وأن تجعلنا من أحبابك في الأرض في هذا الزمان، وأن توفقنا إلى ما تحب وترضى من الأعمال والأقوال ما أحييتنا يا رب العالمين، وأن تجنبنا جميعا الزلل والضلال وظلم العباد ما أحييتنا يا رب العالمين، وأن تستخدمنا جميعا في نصرة دينك في الأرض وفي قهر أعدائك فيها ابتغاء مرضاتك عنا يا الله، وأن ترزقنا يا رزاق يا كريم الإخلاص لوجهك الكريم في أعمالنا وأقوالنا كلها ما أحييتنا يا رب العالمين، وأن تباعد بيننا وبين النفاق والرياء كما بعدت بين المشرق والمغرب ما أحييتنا يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.